السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم رايزان كدير لابس عليك. بارك الله فيك بنتي، الله يطول عمرك. شكرا لك، كنت درت معك واحد المرة وقطع لي التليفون. يا مرحبا بنتي. لطيفة يا عقد، لطيفة من رشيدية. شكرا. يا ألف مرحبا. قال لك قلت لك يا سيدي هو الوليد ديك النهار وهذا، وبغيت نقول لك شكرا سي رحمة الوالدين. هو التليفون قطع لي حيت الوالدين ديالي ميتين، وبغيت يرحموه اللي سمعي يقول امين ان شاء الله. الله يرحم والدين. يا رحمن يا رحيم، باذن الله باذن الله. بنتي لطيفه شكرا. شكرا لك بنتي لطيفه، بارك الله فيك. بخير شكرا. يا رحمن يا رحيم، واعظم اعظم ما يمكن ان يقدمه الانسان في هذه الحياه هي دعوات الرحمه والمغفرة والرضوان للوالدين. الإنسان ربما قد لا يقدر قيمة الوالدين وبركتهما إلا بعد أن يفقدهما وينتقل إلى مثواهما الأخير. أكيد أن ذاك يشعر بفراغ كبير في قلبه وفي نفسه. وهذه مناسبة أيها الأحباب الكرام ذكرتنا بها أختنا لطيفة من الراشدية، ندعو مع كل الوالدين الذين سبقونا إلى الدار الأخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، الوالدين ديال الأخت لطيفة والوالدين ديال جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ممن رحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، اللهم ارحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم يا ربي أسكنهم فسيح الجنات، اللهم أمطر عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان، اللهم وسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا، واجعلهم يا ربنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رب وأصلح الأولاد والبنات، اللهم اجعل الأولاد والبنات خير خلف لخير سلف. بارك اللهم لهم في الأسماع والأبصار والعقول والأفئدة وكل الجوارح، اللهم واجعلهم زيادة خير في الإسلام، وأنبتهم جميعا نباتا حسنا، وارزقهم فهم سليمان وحكمة لقمان، واجعلهم ناجحين فالحين صالحين، واجعلهم قرة عيون لآبائهم وأمهاتهم. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.